من جديد صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم متابعين بالفنون. كنا عم نحكي بفقرتنا الحواريه الاولى عن التربيه الفنيه، وهلا بهيدي الفقره رح نحكي عن فن الكاريكاتير، فن عالمي، فن جماهيري ممكن نقول عنه، له تاثير بالعديد من الاوساط الفكريه والسياسيه الاقتصاديه، يمكن مبالغه بالرسم بشخصيات او غيره لحتى نحكي لحتى خلينا نقول لنوصل فكرة نقدية نوعا ما بتكون لارو. أكيد الكاريكاتير من الفنون الجميلة الكل بيتابع لحتى أو حتى اللي بيمارسها أنه هو بيوصل الفكرة اللي بده إياها بطريقة ربما هيك كاريكاتير نقدي بس اكيد التفاصيل مع الاختصاصيين بالكاريكاتير. صحيح اكيد. لهيك لنحكي اكثر عن فن الكاريكاتير وتاثيره، رح يكون معنا الزميل اياد حماده. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك زميلتنا العزيزة. حقيقة الكاريكاتير فن عريق جدا، وهو من الفنون التي ظهرت عام 1664 وكان أول ظهور لها في إيطاليا. طبعا الكاريكاتير منشأ الكلمة منشأ إيطالي وتعني كاريكو، والكاريكو هي كلمة تعني المبالغة أو التضخيم. هذا الكاريكاتير أو هذه الكلمة التي يعني تعني المبالغة والتضخيم هي فحوى الكاريكاتير، هي تقريبا محتوى هذه الكلمة كاملا، وخصوصا أن الكاريكاتير هو نوع من الرسوم الخطية التي تتناول أفكار سياسية اجتماعية إنسانية. طبعا ظهوره في إيطاليا وتطوره انتقل إلى فرنسا بعد إيطاليا، ومن ثم انتقل إلى بريطانيا، وقد اشتهر فنان بريطاني اسمه جورج تاس هاوند أو تاس هيند إذا صح التعبير. هذا الفنان هو أول من رسم الكاريكاتير السياسي في ذاك الوقت طبعا، وانتشر هذا الفن انتشارا كبيرا وعظيما، وهو من الفنون التي يعني كانت كبيرة في مساحة التأثير على المجتمعات الإنسانية والأوساط العلمية والفكرية والسياسية تماما. نعم جميل كثير هذا الكلام. اكيد هو فن له انواع تصنيفات، يا ريت تحطنا يعني تلقي الضوء علي اليوم. طبعا الكاريكاتير بطبيعة الأحوال، خلينا كمان هون ندخل ب معلومة مهمة، الكاريكاتير ظهر مع الفن الطباعي لأسباب تتعلق بالتشابه، يعني الكاريكاتير كانت عبارة عن خطوط رسومية وكان يضاف إلى الجرائد الصباحية، وخصوصا أن الكاريكاتير عبارة عن أفكار مكثفة جدا. صحيح. في يمكن مربع صغير لا يكاد يتجاوز 3 سم 4 سم تقريبا. هذه الأفكار التي هي أفكار مكثفة وتستطيع أن تعطي قوة ثقافية وفكرية في هذا المربع الصغير كان لها تأثير كبير جدا، لذلك ارتبطت بالطباعة أو الجريدة اليومية، ويعتبر فن الكاريكاتير هو من الفنون الصحفية تحديدا. لماذا؟ لأنه كان يرافق الجرائد في كل صباح. لا تلاحظي ما في جريدة بفترة من الفترات الجرائد الورقية بتذكروا كيف كان دائما تزين برسم للكاريكاتير، يحمل هذا الكاريكاتير علامات أو دلائل ورموز، خلينا نقول تماما مكثفة جدا عن الفكرة الذي يريدها هذا الفنان تحديدا. طبعا الموضوعات ممكن تكون سياسية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون علمية من مختلف الجوانب. هل يمكن اعتبار فن الكاريكاتير هو نوع من أنواع الفن التشكيلي خلينا نقول، أو شيء مختلف خلينا نقول؟ تماما، كل ما يرسم هو فن تشكيلي، كل ما ينحت هو فن تشكيلي. إذا نتفق على أنه الفن التشكيلي هو كلمة عامة وكلمة عابرة للفنون، هي اسم لكل ما يفن إذا صح التعبير فيما يتعلق بموضوع الرسم والألوان والنحت تماما.
فالكاريكاتير هو فن من الفنون التشكيلية، ولكن هذا الفن ارتبط مثل ما حكينا ارتبط ارتباط وثيق بالصحف اليومية، الصحف اليومية كونه هو له علاقة ب هلا عم نشوف ايوه عم نتابع مع بعض تماما نحكي عنهم يعني هدول اللوحات الكاريكاتيرية. طبعا الكاريكاتير يعني غالبا يأخذ من الفكرة ويضيف للعمل الفني، بمعنى مثلا لنقل أن رجلا يأكل كثيرا تمام، فماذا يبدو عليه؟ يبدو عليه أن بطنه كبير بهذا المعنى. كيف يعبر الفن التشكيلي أو عفوا فن الكاريكاتير عن هذا الموقف؟ بأن يرسم شخصية تشبه الشخصية المحورية المقصودة، ويبالغ في عملية تكبير البطن إلى درجة أنه يخرجه عن الواقع، يعني يصبح غير مقبول، غير مألوف تماما. وهذه هي المبالغة في نقد. طبعا هو دائما يضع النقد تحت دائرة الضوء تماما، ك يعني هدف الصحافة لما بتكون مثلا عم تاخذ مانشيت لوضع ما معين، لنقد ما معين في هذا الجانب، ان كان سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي ليكن ما يكون. هناك ايضا حالة نقدية للكاريكاتير من خلال التركيز على السلبيات وإظهارها للضوء تحديدا. تمام. من هذا المنطلق قد ممكن فعلا يأثر الكاريكاتير إن كان إنسانيا اجتماعيا فكريا، قد ممكن يكون له هذا التأثير من خلال هذه الرسومات اللي عم تذكر حضرتك إنه هي مبالغة ولكن لإيصال فكرة معينة؟ كثيرا. الكاريكاتير تحديدا يعني هو يعني كما يقال معلم أو موجه. الكثير من الناس درجة العادة ربما لا يتاح لهم القراءة للجريدة معه، فيذهبون إلى مباشرة إلى الصفحة التي تحمل الكاريكاتير ويقرؤونها. يعني هي تعبر عن الحدث الأهم والأبرز إذا صح التعبير. دائما الكاريكاتير يواكب الأبرز، يواكب الحدث الأبرز، هكذا درجة الصحف دائما. فالكاريكاتير جدا مؤثر، وخصوصا أن هناك فنانين كثر عالميين لهم باع في هذا الموضوع تحديدا، وكانوا يتابعوا الأحداث العالمية. مثلا لنأخذ مثالا ناجي العلي، أنا يمكن جايب مجموعة على مجموعة من الصور أتمنى أنه نشوفها. لنفرض نأخذ صورة لناجي العلي، شخصية فنان فلسطيني، اخترع أو صمم شخصية حنظلة. هذه الشخصية التي تظهر دائما على رسوماته، وفي كل رسوماته هي مرافقة وكأنها لوجو. هذه الشخصية عم نشوف شيء هلأ نحن يمكن حنظر على شخصية تماما حنظر. تماما. هاي اللوحة من لوحات الفنان ناجي العلي. صحيح. طبعا هي لوحة تعبر عن فلسطين، وهي سجينة حبيسة وراء أشرطة الكونترسينا. الكونترسينا هي الأشرطة الشائكة إذا صح التعبير. صحيح. وأيضا هناك من يقف مدهوشا والشمس تغرب تماما، يعني وفي ترميز هائل وتكثيف هائل للحزن وللوجع الإنساني الذي يعاني الفلسطينيين. يعني فينا نقول انه فن الكاريكاتير هو فن يمكن السهل الممتنع، يمكن سهل بس ولكن صعب انه نفهم كثير من الرسائل والرموز بتكون هو بسيط ولكن ليس سهلا. تماما. رسامي الكاريكاتير يتمتعون بقدرات حتى فيما بينهم. يعني ترينا هناك فنان كاريكاتير قوي جدا. تمام. له خط صعب يعني قوي وصلف لا يعني لا يستهان به، لا ينكسر. هناك فنانين بسطاء تماما يبحثون عن التبسيط، لان هناك صعوبات في عملية رسم خطوط معقدة وتشكيلات. هنا أيضا يتفاوتون فيما بينهم من حيث الفكرة، من حيث الخط القوي.
ايضا في فنانين عرب كبار مثلا على سبيل المثال مصطفى حسين. مصطفى حسين يمكن هي ظهرت صورته عنا على الشاشه. ايضا من الفنانين العرب الذين برزوا في هذا المجال وبرزوا على كان لهم اثر بهذا الموضوع بصمات. هلا انا اتيت ببعض الرسوم الكاريكاتيريه خلينا نتداولهم هيك من الواحد من اثنين ثلاثه. هلا نحن تم عرض بعضهم اثناء الحديث يعني حكينا عنهم، ولكن كما ذكرت حضرتك انه هو دائما من الفنون اللي بتظهر الواقع بطريقه معينه، يبقى البحث من الناس عن ما يحمله هذا الكاريكاتير من معاني لمعرفه ما هو الحديث. نتشكر كثير وجودك معنا زميلنا اياد حماده بهيدا الفن اليوم والشرح عنه، واكيد بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك. شكرا لك. اكيد بدنا نتشكرك على هيدا الفن وهيدي القراءه اللي قمنا فيها. شكرا كثير لحضرتك، نورتنا. شكرا.